أنا حابب أتكلم أكتر عن فريق بوتافوجو في الأيام الرائعة اللي هو بيمر بيها حاليا في لعب الكورة. ده شرف للبرازيل كلها إن يبقى فريق بوتافوجو من أصول ريجانيرو هو ينافس في البطولات. من مكاني ده بكون مبسوط إن أنا أهني فريق العمل في بوتافوجو على الطريقة الرائعة إن هم قدروا يحولوا النادي من مجرد ما هو نادي بيلعب جوه البرازيل ان نادي يشارك في بطولة كبيرة زي اللي جاية. ومش بس هو بيقدم كورة لريجانيرو، ولكن هو بيقدم بطولة باسم البرازيل كلها، بطولة الانتركونتيننتال. اللي انا عارفه عن الاهلي ان هو فريق كبير، فريق بطل، مش بس افريقيا، هو عالميا ودوليا اسمه دايما بيتذكر بمجهوده، بيتذكر بلعبه الاوروبي. ويمكن انا شفت في فيديوهات تانية كتير ان في ناس وصفت الاهلي ان هو ريال مدريد افريقيا. طبعا هيبقى ماتش صعب جدا، ولكن انا شايف ان تحضير بوتافوجو لماتش مهم زي ده ضد الاهلي لو حصل لازم ندرس كل نقط القوة بتاعت الأهلي وكل نقط الضعف. من وجهة نظري أنا مش شايف إن الأهلي ليه أي نقط ضعف، فبالتالي هنضطر إن احنا ندرس أكتر نقط القوة في الهجوم، في نص الملعب، في دفاعات النادي الأهلي. وأنا شايف إن بوتافوجو هو فريق مش قليل إن هو يقدر يعمل حاجة زي دي. المدير الفني بتاع بوتافوجو أنا واثق فيه كويس جدا إن هو يقدر يدرس الخصم، وهو الخصم بتاعه الشرس هنا، واحنا بنتكلم عن الأهلي، ولكن هم قادرين ان لو هم تم المواجهة مع فريق الأهلي ان هم يأدوا بنتيجة كويسة. الأهلي متألق وبيشترك في جميع البطولات اللي موجودة، بيشارك في أكتر من بطولة دايما، مش بس بطولات أفريقية ولكن بطولات دولية، وكمان متألق جدا في بلده في الدوري المصري. هو متألق جدا كفريق كبير، بوتافوجو عنده دوافع كبيرة جدا تخليه يقدر يحقق الفوز على البطولة، لأن بوتافوجو بقاله فترة كبيرة بعيد عن البطولات، ولكن النادي الأهلي دايما بيشارك في البطولات اللي متواجدة، ودايما بيكون متواجد، ودايما بيحرص على تواجده على أي بطولة، ودايما بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكسب البطولة، مش بس مجرد مشاركة في بطولة، لا هو بيحاول يكسب كمان البطولة بشكل تحفيزي جامد. ولكن بوتافوجو انا شايف ان المرة دي هي فرصة ليه، لان هو دلوقتي بينافس مش بس فرق دوليا زي الاهلي، ولكن هو بينافس فرق برازيليا ان ما قدرتش ان هي تشارك في بطولة زي الانتر كونتيننتال. من وجهة نظري البرازيلي، اني انا كشخص برازيلي بشجع بوتافوجو، بقول ان ده دافع قوي جدا ان انا اكسب لما الاقي نفسي بلاعب ملك افريقيا وملك قارة افريقيا الاهلي، ان هو دايما بيفوز. زي بالظبط لما تجيب اي فريق يلاعب اي فريق اوروبي يكون ليه اسمه وتاريخ وعراقة كبيرة في كرة القدم، لازم بيبقى عندك